السلام عليكم ومرحبا بكم في دار المقاول. في الحلقة السابقة كنا تطرقنا لكيفية تطوير نشاطنا التجاري في الخارج اللي كانت هي الفقرة الأولى من موضوع التصدير، وفي حلقة اليوم غادي نخصصوها للحديث عن مسار عملية التصدير. لمباشرة عملية التصدير المقاول خصو يمر من عدة مراحل اللي غادي نشرحها في هذه الحلقة. قبل ما نباشروا أي عملية في نطاق التصدير خاص السجل التجاري ديال المقاولة يتسجل عند إدارة الجمارك باش المؤشر لو ترانزيتير اللي غادي يتم الاختيار ديالو يتمكن من تسجيل بيان السلع اللي كنقومو بتصديرها، وبيان السلع هو لا ديكلاراسيون دوانيير. وباش نتمكنوا من تفعيل تسجيل السجل التجاري خاصنا يا اما نمشيو بنفسنا او نكلفوا المؤشر لو ترانزيتير ديالنا بإيداع الوثائق الضرورية لدى مديرية الجمارك اللي احنا تابعين لها. وهذه الوثائق هي كما يلي: الوثيقة الأولى كتسمى النموذج 7 أو الموديل جي، وهي النسخة الأصلية من السجل التجاري لو روجيست دو كوميرس اللي يمكن الحصول عليها من الملحقات التجارية واللي المدة السحب ديالها ما كتعداش 3 شهور. نسخة من المعرف الضريبي يعني ليدنتيفيون فيسكال مصادق عليها اللي المدة ديال السحب ديالها ما كتعداش 3 أشهر. نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية ديال مسير المقاولة، وطلب تسجيل لدى إدارة الجمارك سوغ بابي اون تيت عليه ختم يعني الكاشي وتوقيع مسير المقاولة. وأخيرا عندنا نسخة من النظام الأساسي للشركة اللي هما لي ستاتيو ديال لا سوسيتي وطابع بريدي من فئة 20 درهم. المرحلة الثانية كما شفنا في الحلقات السابقة، في إطار اختيار السوق المستهدفة غادي نكونوا لقينا الزبون اللي غادي نصدروا ليه المنتوج ديالنا. الاختيار ديال هذا الزبون مهم ومهم بزاف، ماشي غير باش نبيعوا المنتوج ديالنا ولكن أيضا باش نضمنوا الخلاص ديالنا. وفي هذه المرحلة خاصة نحترموا دفتر التحملات يعني لو كاي شارج اللي تعطانا من طرف الزبون بما فيه السعر والجودة ومطابقة المنتوج لما اتفق عليه مع الزبون. وما نساوش نرسلوا ليه الفاتورة الأولية هي لفاكتور بروفورما. المرحلة الثالثة، في هذه المرحلة يتوجب إعداد ميزانية التصدير لو بودجي ديكسبور، والهدف منها هو أنه يكون سعر البيع البضاعة ملائم للسوق اللي كيتواجد به الزبون الأجنبي، علما أن سعر البيع في التراب الوطني يعني في المغرب يساوي سعر التكلفة زائد هامش الربح لا مارج بينيفيسيير، وأن سعر تكلفة البضاعة يساوي قيمة المنتوج المغلف أمبالي في مصنع المقاولة زائد مصاريف الرسوم بالميناء زائد مصاريف الإجراءات بما فيها التأشير لو ترانزيت ولا لو ديدوالمون البنك والتأمين زائد مصاريف النقل الدولي، كنزيدوا على هذا الشيء المستحقات ديال لو ترانزيتير اترانجي يعني المؤشر الأجنبي زائد مصاريف تسليم البضاعة. في عملية التصدير كننصحوا المقاول في إطار مفاوضته مع الزبون أنه يبيع المنتوج بالإكس ورك ولا بالفوب باش يتفادى جميع المسؤوليات اللي كتقدر تصدر في عملية النقل. المرحلة الرابعة، في هذه المرحلة المقاول خاصه يربط العلاقة مع البنك ديالو. لماذا غادي يربط العلاقة مع البنك ديالو؟ لأجل تصريح بعملية التصدير اللي هو باغي يقوم بها، وباش البنك يتواصل مع بنك الزبون الأجنبي في إطار الاعتماد الموثق اللي هو لو كريدي دوكيومونتير. هذا لو كريدي دوكيومونتير كيربط العلاقة بين البائع والمشتري. وللتذكير وحسب ما قلنا في الحلقات السابقة، الاعتماد الموثق اللي هو لو كريدي دوكيومونتير هي العملية اللي كيتعهد من خلالها بنك المقاولة المصدرة مع الزبون المستورد باش يدفع مبلغ الفاتورة ديال المقاولة المصدرة، وذلك عبر وسيط بنكي اللي كيتسمى البنك ديال المصدر. المرحلة الخامسة، هذه المرحلة هي إتمام تدريجي للمرحلة الثانية والثالثة، وكتخص تفاوض على عقد بيع المنتوج ديال المقاولة واختيار كذلك الشروط ديالو.
وخاصنا نعرفوا بان الزبون ديالنا كيتسنى منا عرض تجاري اللي يقدر يشمل سعر عمليه النقل حتى للبلاد ديالو، ولا من طرف اخر انه يتسلم البضاعه في مقر المقاوله في المغرب. لذلك غادي تشرع المقاوله في التفاوض على لي زانكوتيرم. وفي اطار هاد لي زانكوتيرم اللي غادي تستعملوا، كنذكركم باننا تطرقنا وبتفصيل الى جميع انواع هاد لي زانكوتيرم اللي كيتم التعامل بها في اطار التجاره الدوليه في الحلقه الثانيه. المرحله السادسه، في هذه المرحله كيتم اعداد الوثائق الخاصه بتصدير البضاعه، يعني لي دوكيومون غولاتيف ا ليكسبور. وللاشاره في هذه الوثائق كتكون من اولا الفاتوره التجاريه، يعني لا فاكتور ديفينيتيف ديال ليكسبور ديالنا، قائمه التعبئه يعني لا ليست دو كوليزاج، سند الشحن يعني لو تيت دو ترونسبور اللي كيمكن له يكون ال تي ا في النقل الجوي، ولا سامير في النقل البري، ولا كونيسمون في النقل البحري. ثم شهاده المنشا يعني لو سيرتيفيكا دوريجين. المرحله السابعه، في هذه المرحله كنوجدوا الالتزام بالصرف الاجنبي اللي هو لونغاجمون دو شونج، ويقوم في نفس الوقت المؤشر يعني لو ترانزيتير بتصريح الجمركي لا ديكلاراسيون دوانيير. وفي هذا النحو وفي اي عمليه تصدير كيوجد اعداد ودعم تصريح الجمركي، لان سند التصدير خاصو نرجعوا به القيمه المقابله بعمله سعر البضاعه. بعد انتهاء عمليه مرور البضاعه من الديوانه، كيسلم المؤشر لو ترانزيتير للناقل لو ترونسبورتور الوثائق الضروريه لاخراج البضاعه من ارض الوطن. المرحله الثامنه، ايا كان شروطك مع الزبون ديالك في هذه المرحله من التصدير، الناقل لو ترونسبورتور اللي كيتم الاختيار ديالو كيباشر عمليه النقل وايصال البضاعه الى الزبون، وذلك حسب الشروط المحدده في عقد البيع. بهذا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال هذه الحلقه، ونتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله باش نطرقوا الى مثال عملي حول مسار عمليه التصدير. كنشكركم على تتبعكم. موعدنا على البلاتفورم دار المقاول باش نتواصلوا معكم ونجاوبوا على التساؤلات ديالكم عبر الشات، كما يمكن لكم تجاوبوا على الكويز. والى اللقاء.